تكون للمنتخبين ديال الدريوش السيد رشيد أبو الكامل الإخوان ديال الدريوش. كنحيي من هنا الحاج وشان اللي كان مرشح معاه كتعرفوا كاملين، اتصلنا به واش مع وشان اللي كيبغى عضو في الجهه تبع ديال الشرق، واتصلت به انا والحاج حضار هو وكيبارك هذا اللقاء يدعموه، وها هما الاعضاء ديال بلديه الدريوش معنا الان، والسي رشيد أبو الكامل هو المنسق ديال كنشكر جميع الاخوان والاخوات ديال طنجه جميعا اللي نوروا هذا الاجتماع. نشكركم جميعا على حضوركم اليوم في هذا الاجتماع اللي هو مؤتمر استثنائي لحزب العهد الديمقراطي اللي الباب ديالو مفتوحه للجميع كما قال السي حضار، للجميع. يعني الحزب هو مفتوح للجميع، وليس هناك من هو يعني احسن من الاخر، هذا حزب، ولهذا هذا الشعار هو شعار الاخوه والاتحاد. اذا هذه كيف ما قال الاخ الحاج مزوح حضر، غادي نفتحوا صفحه جديده، صفحه بيضاء، هذيك الصفحه القديمه نسكتوا عليها نهائيا. المصلحة العامة، لأن الحزب الهدف ديالو هو المصلحة العامة، خدمة البلاد تحت التوجه أبو الأحمد، راه هنا كاين الاجتماع إن شاء الله بالله. هنا كاين شي حاجة ولا تما؟ لا واخا زاد داخل، لأن ملي كدور تما كاين بعدا أنا كدوخني أنا. أنت شوف شوية. كنشكركم جميعا كيف ما قلت، هذه الصفحة بيضاء، هذه حزب العهد هو حزب مفتوح للجميع، حزب ديال الإخوة والأخوات. كيوقعوا خلافات، ولكن الخلافات حتى في أي عائلة كتوقع، ولكن الحكمة ديال الحزب هو ملي كيستطاع يتغلب على الخلافات، لأنه كيقولوا الاختلاف لا يفسد للود قضيه، الاختلاف رحمه، والاختلاف هو اللي كيقوي الحزب، والحمد لله اليوم ها انتم شفتوا الحزب قوي. ولهذا كنشكر جميع الحضور، ولابد نشكر الاخ شاكر الشباب اللي هو رئيس حزب التجديد والانصاف، اشكر كذلك الرؤساء ديالنا ديال الجماعات، رؤساء الجماعه المقتصرين، النائب الاول ديال بلديه المغرب جمال، بلديه الحسيمات، بلديه ديال طنجه، واشكر واحد الصديق ما غاديش ننسى الحاج عقل غزير برلماني السابق، وكان بالقياده الكبرى ديال السي جي تي في فرنسا، اسمحوا لي. وكنشكر جميع الاعضاء ديالنا والقيدوم ديال الاعضاء ديال الريف المصلحه العامه، لان كيف ما كتعرفوا الاخوان الان عده قضايا مطروحه خص الحزب يقول الكلمه ديالو. راك احنا مطالبين بالدفاع عن التنميه لا في المغرب باكماله بطريقه معقوله، لا هنا ولا في الريف. اذا ما غاديش نطول عليكم، لان كيف ما قلت هذا اجتماع، هذا عرس ديمقراطي كيف ما قلت لكم، الباب مفتوح للجميع، وحنا هنا كاخوان واخوات. اسمحوا لي راه ما دابا غير يمكن نسيت شي حاجه ولا شي واحد ما قلتوش يسمح لي، لان كنتكلم هكذا بالعاطفه. كنشكركم جميعا، اشكر كل الاخوان والاخوات اللي جاوا من مناطق بعيده، واشكر الاخ ديالي والصديق الحاج حضار على المجهودات اللي كيقوم بها. وما ننساوش كذلك واحد الشاب الاخ ديالنا هو هشام حضار، فينا هو سي هشام اليوم المؤسسين. ماشي ساهل باش يكونوا قيادتين كبرتين في الحزب واللي هما القامات، انا كنعتبرهم انني تتلمذت على يدي قادة حقيقيين، على يدي رموز. انا كنعتبر سي نجيب الكاريزما السياسي والزعيم القوي اللي كان كيدبر الحكم، كيدبر تدبيرا جيدا. اختلفت معاه شخصيا واختلفوا معاه الاخوان، ولكن لم نسعى ابدا لان ندمر حزبنا باش ندمروا دارنا، كان صعيب على هذوك الناس.
صعيب عليهم انهم يدمروا الدار الا من داخل الدار. لذلك انا كنوجه رساله للاخوان، ما تخليوش اللي يدخل من الشرجم، ما تخليوش اللي يدخل للحزب والهدف ديالو هو تدمير الحزب. حزب العهد قوي، علاش قوي؟ التاريخ كيشهد ليه، حزب العهد كان دائما في الريف قوي، وحنا عارفين المخطط اللي كان. يعني اليوم حزب العهد لابد ان يعود لمكانته في الريف، كاين حراك اجتماعي، لا 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 الساكنه الريف محتاجه الحزب العهد. عمر حزب العهد كان، ملي كان حزب العهد في الريف عمر كان هذا الحراك اللي كاين اليوم؟ ابدا ابدا، كانوا الناس وطنيين خافوا على مصلحه البلاد. اليوم كاينين ناس عندهم اهداف، عندهم مصالح اقتصاديه، عندهم مصالح سياسيه، هما السبب في الوضعيه اللي في هذه البلاد. 20 عام سي نجيب الوزاني برلماني على 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 اقليم الدريوش، عمر كان هذا المشكل؟ ابدا. اليوم خاصنا نفهموا السياق فين كاين هادشي وفين غادي. لذلك حنا خاصنا نتحزموا، خاصنا نكونوا يد في يد، رجل ومراه. احنا ما خرجيش من جايين من السما، حنا جايين من قاعده. هاد القاعده اليوم محتاجه لينا. يعني اليوم حنا محتاجين السي نجيب الوزاني، ومحتاجين السي احضار، ومحتاجين جميع المناضلين والمناضلات، وخاصه اللي في الدريوش وفي الحسيمه. خاصنا نديرو يدينا في يدين بعضياتنا باش نقبلوا الحزب، باش نرجعوا للمكان المنوط به. انا ما غاديش نتكلم كامراه، الحمد لله المراه في الحزب باينه واضحه، وكاينه منظمه، وكاينه شباب، كاينه شابات في المنظمه ديال الشبيبه، وكانت اول كاتبه عامه، وهذه ما دارهاش احزاب ديمقراطيه، اول كاتبه عامه على راس شبيبه. يعني هذا مكسب، وان كان البعض لا يعترف بذلك، فالاستاذه ايلام بالفحيلي اعترف بها شخصيا، ويعترف بها خارج الحزب، على انها دبرت شبيبه العهد احسن تدبير. وحتى شي واحد الى يومنا هذا ما يقدر يدبر تدبير الاستاذه ايلام. الاستاذه ايلام اثرت، كونت، واليوم ما زالت تكون. واحد يقول احنا ما كناش في حزب العهد، حزب العهد اللي مختلفين معاهم وضدنا يجيو لحزب العهد. حنا ما تنسدوش الابواب وما تنغلقوهاش وما تنديروش اجتماعات في الخفاء. حنا واضحين والاعلام يسجل، هذا مؤتمر استثنائي كلشي مخبور به، واللي بغى يجي يجي، اللي بغى يدخل يدخل. عباد الله حنا عندنا الديمقراطيه في هذا الحزب، عباد الله راه الحزب ديمقراطي، راه هادو مؤسسين ديال الحزب، ومن كلشي يجي كلشي يجي، من نختلف معه او من معاه. فاش غدا غدا ما يقولوش حنا اللي جالسين هنا جميعا راه هذا ماشي ديمقراطي ولا ماشي قانوني ولعبوا الريح. نحن لا وصاية لسلطة علينا، هذه مؤسسة دستورية وهذا المقر دستوري، وحضورنا اليوم مؤسسين هذا الحزب أحب من أحب، كي قالت أختي وكريهة من كريهة. أنا كنوجه رسالة وحدة، وأنا لا أريد منصبا، ولن أعود إلى المكتب السياسي، ولن أعود إلى اللجنة المركزية، ولن أعود إلى شبيبة العهد، ولكن أعاهدكم وأطلب منكم حافظوا على هذا الحزب. الشبيبة الله يخليكم، نوضوا خذوا الشبيبة واشتغلوا بها، فقد أخذها من لا يستحقها. سنتين وهي مجمدة، 24 مليون ضاعت على حساب ديال شبيبة العهد. كندا لم تمثل. أنا الإخوان سيرو والإخوان اللي معنا، أنا مشيت لتونس أمثل شبيبة العهد، وتعرضت لطعن بالسكين في قضية وطنية، ضربوني البوليزاريو، راه كاين عندي محضر في تونس. وتوصلت برسالة شكر للسلطات المغربية تشكرني على السماتة، لأنني طلعت حنا 20 مغربي مع 600 بوليزاريو في واحد المركب ديال لافاك، وطلعت ملي ما بغاوش ما خلاونيش نهضر معاهم أكثر، وأنا نطلع وأنا نضرب هذاك اللي عنده الميكرو، خديت له الميكرو قلت له الله ينعش باباكم، بقيت عليهم السبان، وبديت بكراسة كاع اللي كنتي باغي نحطو، هبطوا البوليزاريو كحاصروا لينا ولا الأمن التونسي، والله ما نخرج. أقسم بالله العظيم جيت على طراس من تونس، دافعنا على القضية الوطنية ونموتوا مع الملك ونموتوا مع البلاد، ولكن حنا حزب مستقل، حنا ما عندنا ما نديروش حد يتحكم فينا، حنا حزب تنأمنوا بالمناضلين والمناضلات. لذلك أطلب منكم الله يرحم الوالدين، بالعهد الذي تعهدنا وبالتخليق اللي آمنا به وبالتأسيس اللي أسسنا جميعا، كونوا إخوة، نديروا اتحاد، ننصروا هذا الحزب. هذا الحزب لا يستحق، راه كنا ممتلين سبعة البرلمانيين، راه كان عندنا العجب المتعجب في الأطر، لو أن هذه القاعة تنطق، راه أطر كبيرة دابا في البلاد، منهم مستشارين، ومنهم في الوزارات، ومنهم الناس اللي دابا قيادات شي أحزاب دازت في هذا الحزب هذا، وتتلمذت في هذا الحزب. أشكركم وأعتذر، لأن ملي تنتكلم أنا تنحب العهد، هادشي هكا تخلقت، ما انتميت لتا شي حزب، ولن أنتمي إلى تا حزب.
كما قالت اختي بشرى حنا هادشي في الدم ما عندنا ما نديرو فضيحك حنا العادي تروح وتجيك راسها هذا هو الاحساس ديالنا هذه هي المشاعر ديالنا الشبيبات العادله والمستقبل حافظوا على هذا الحزب هذا السيد هذا من اطيب خلق الله رجل في المستوى وقيس احضر قياده وطنيه محترمه ونعتبره من الحكماء ديال الحزب وكنت انا تنقولها قدامي لم يصدر انا ما مشينا بالمدرسه ما تكلمناش لسبب واحد خصكم تعرفوا علاش بقينا ساكتين لان السيد كان تما نهار السيد مكنا يديه قلنا له مرحبا السي احضر حنا نمدوك ماشي يدينا نعنقوك لان دائما كان الاحترام لهذا الشخص وسي نجيب الوزاني رجل كاريزمي زعيم يخطئ يصلح نختلف ندابزو ولكن مصلحه الحزب تتبقى ما نهضروش عليها اجي ندابزو نداكو نتغاوتو نختلفو ولكن الحزب شو ما شتتوه شو ما ديو المحاكم شو ما بداو في القتف بعضياتنا هذا ليس طبعنا وليس اخلاقنا لذلك درنا هذا المؤتمر وتنقولوا للجميع واكررها باش كلشي يسجلها في ودنو الجميع مرحبا في حزب العهد والمؤتمر راه النهار كامل هو اللي بغى يجي مرحبا به حتى اللي بغى يجي مرحبا به واللي اعلام مخبور 72 ساعه قبل واللي بغى يطعن يجي هنا يهضر اللي تنعرفوا عهدي يجي هنا يتكلم كاين الاخوه ولا ما كايناش اللي باغي ينتقد يجي هنا ينتقد هذا هو المكان ديال الانتقاد اشكركم مره اخرى وتنسمح لهاد الكلمه ديال الشبيبه راه الحزب الشباب مواقفها الشباب هي مدعمه الحزب اتمنى امسي احضر امسي نجيب شرعيتنا بالتاريخ شرعيتنا بالدم ديال العهد تيجري فينا واللي بغى يبقى دونك مشينا هبطنا خدمنا بجوج الليجا رجعنا كاينه جوج القوانين قلنا كانت ترأسها الاخت بشرى الدين وكان الاخ نحل هو المقرر اذا السي نحل الان هاد جوج القوانين اللي قدمتوا فيها التعديلات ديالكم هذاك المشروع اللي عندكم في الملف اللي عطيناكم هذا تيتسمى مشروع خصنا دابا السي نحل يقول لنا الاقتراحات ديال اللجنه اللي نتوما شاركتوا فيها غينوض يقرا لنا التعديلات الله يرحم والديك كل واحد عنده المشروع ديالو فهداك الملف غيجبدوا نتبعوا مع السي نحل يقرا لنا التعديلات غنعرضوا عليكم للمصادقه والمناقشه ماشي جمع عام في الرباط هما الناس كلهم قدامنا كاع الاقاليم في المغرب حاضره اذا جا السي نجيب نرجعوا راه عينا بالضويف المهم حنا عندنا الريف وعاش قلتها وعاش الحراك في الريف الله ينصرهم ويدوم غنمشيو للقانون الاساسي اللي صدقنا عليه دابا بالاجماع تيقول اسيدي جوج المؤسسات تطلعوا نتوما كاين مؤسسه الامين العام وكاين مؤسسه الرئيس الحزب الان غادي نصو ننتخبوا هاد جوج المؤسسات حنا طبعا ونحن جينا لهذا المؤتمر نفتخر ونعتز بان جوج ديال المدارس وجوج ديال الاعزاء وجوج ديال الناس اللي حنا تربينا على يديهم تربينا على يديهم الاخلاق تربينا على يديهم التنازل تربينا على يديهم السياسه الاخلاق ديال الاخلاق حاضرين معنا اليوم جوج الاشخاص انا بعدا تنعزهم وتنقدرهم وتنفتخر بان هذا القانون الاساسي جاب لنا جوج المؤسسات اذا كاين منصب الامين العام وكاين منصب الرئيس شنو بغيتو تنتخبوا الاول الامين العام ولا الرئيس شو الامين العام من يترشح للامين العام للحزب شنو باغي تيقول انا نكون امين عام ولا حنا نختاروه لا ما بغاش غادي يترشح شكون شكون بغيتو نختاروا امين عام اختاروه سي اترشح نزولا عند طلبكم سي مرزوق حضار يترشح للأمانة العامة الموافقون رفعوا يديهم واش كاين شي واحد شي واحد يترشح قلت تحت بلاتي بس كاين شي باغي يترشح ضد مرزوق حضار شكون اللي باغي يترشح ضد مرزوق حضار ضده بغى يكون مويا إذن اجمع ما كيبقى تحت بس من يوافق على سي مرزوق حضار امين عام حزب العام كلشي يسكتوا شوف واخا هبطوا يديكم من المعارضون قال لك السيدي السي مرزوق ما يصلحش شنو الديمقراطيه يا استاذه شكون اللي ما بغاش السي مرزوق حيضر امين عام لا احد شكون اللي ممتنع لا احد وبهذا يكون السي حيضر مرزوق
عندنا المؤسسة الثانية. المؤسسة الثانية هي رئاسة الحزب، ومن بين الشروط اللي طلعت عليها أن يكون مؤسسا، وأن يكون زعيما، وأن يكون كاريزما وطنية قادر على الاحتواء، وقادر أنه يجمع الناس، وقادر أنه يدير الانضباط داخل الحزب. من يترشح لهذا المنصب أو من ترونه يستحق هذا المنصب؟ وخصنا ندافعوا عن هذا نجيب وزاني في المنصب. لا سيدي نجيب، مرحبا بك، قدم الترشيح ديالك هاد الناس اللي اختاروك. كيف ما قال السي الحاج حيدر انا اترشح. اذا ما تسميت على نجيب وزاني امينا عاما رئيسا للحزب.